السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في المحاضرة الرابعة في مادة مقدمة أساسيات البرمجة الهيكلية، الفرقة الأولى قسم نظم المعلومات، المعهد العالي للعلوم التجارية. النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي كلامنا عن المتغيرات وتحويل نوع المتغير، أو إن أنا أخلي المتغير أحوله من نوع لنوع آخر، وأمثلة على تحويل أنواع المتغيرات. في البداية قبل ما نتكلم عن تحويل أنواع المتغيرات هنفكر بعض الأول كده بسرعة يعني إيه متغير. المتغير قلنا هو عبارة عن طريقة للتعامل مع الذاكرة، بيسمح لي من خلال لغة البرمجة هو إن أنا أنشئ متغير أخزن جواه قيمة أو أقرأ القيمة اللي جواه وهكذا. قلنا كان المتغير المفروض كان بيبقى في حاجتين أساسيتين مع المتغير. أول حاجة نوع المتغير، واحنا خدنا مرة فاتت الأنواع المختلفة للمتغيرات، خدنا أنواع صحيحة زي الشورت زي الإنت زي اللونج، وأخدنا أنواع عشرية زي الفلوت وزي الدبل، أخدنا أنواع حروف كار، أخدنا البوليان، أخدنا السترينج عشان نحط فيه قيم نصية وهكذا. أيضا أخدنا قواعد كتابة المتغير، وقلنا المتغير ينفع يكون اسمه، اسم المتغير بيحتوي على حروف أو أرقام أو أندرسكورز، بس ما ينفعش يبدأ برقم، ينفع يبدأ بحرف او اندرسكور بس ما يفضلش يبدا باندرسكور. يعني افضل حاجه هو ان انا ابدا المتغير بحرف، بعد كده يبقى اسم المتغير فيه اي عدد من الحروف او الارقام او الاندرسكور. قلنا ايضا ان ما ينفعش اسمي متغير بنفس اسم كلمه محفوظه جايه مع اللغه، يعني ما ينفعش اعمل متغير يكون اسمه فور او اسمه كلاس او اسمه انت او اسمه دبل، دي كلها كلمات جايه محفوظه مع اللغه، كل كلمه بيبقى ليها دور وهدف معين. قلنا برضو ان السي شارب دي كيس سنسيتيف، يعني لو احنا مثلا عملنا متغير اكس سمول وبعدين عملنا متغير تاني اسمه اكس كابيتال، اكس سمول واكس كابيتال، يعني اكس ده الحروف اللي هي الانجليزيه الصغيرة والكبيرة، يعني هتلاقي ان الشارب بيتعامل معاهم على انهم متغيرين مختلفين تماما حضرتك، لان قلنا السي شارب بطبيعتها هي لغة كيس سنسيتيف، حساسة لحالة الحروف، بتعامل السمول معاملة مختلفة عن الكابيتال. طيب في البداية عشان نفكر بعض باستخدام المتغيرات، هنا بيطلب مننا ان احنا نكتب برنامج بلغة السي شارب. البرنامج ده بيقوم بحساب مساحة مستطيل، مستطيل طوله 5 متر وعرضه 10 متر، علما بأن مساحة المستطيل لو الناس فاكراها اللي هي الطول في العرض، الطول في العرض. طيب يبقى هنا دلوقتي عايزنا نكتب برنامج بيحسب مساحة مستطيل ومحدد لي الطول المساحة، الطول والعرض ثابتين، الطول 5 والعرض 10 ثابت، ماشي كده؟ يعني القيم مش هيدخلها المستخدم، لا ده هتبقى من جوه البرنامج. وهنا بيدينا القاعده بتاعت كيفيه حساب مساحه المستطيل. طب عشان نعمل ده نروح نفتح الفيجوال ستوديو ونشوف ده يتعمل ازاي. فيجوال ستوديو 2010 هنقول له نيو بروجكت، وهنختار سي شارب طبعا كونسول ابلكيشن، وهسميه هنا اسم البروجكت ريكتانجل اريا، يعني مساحة مستطيل، وهقول له اوكي. نكبر الخط شوية عشان تبقى الدنيا اوضح. كل ده انا مش محتاجه، محتاج بس يوزنج سيستم. وقلنا محتاج يوزنج سيستم ليه؟ لان
الكلاس اللي اسمها كونسول ده انا بستخدم من جواها المثل اللي اسمها رايت لاين وريد لاين ورايت، دي كلها موجودة في النيم سبيس اللي اسمه سيستم، فانا دي بحتاجها في الشغل بتاعي. طيب تمام. في البداية انا تاني احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نكتب برنامج بيحسب مساحة مستطيل، حيث ان الطول بتاع البرنامج بتاع المستطيل اللي احنا عايزين نحسب مساحته 5، وعرض المستطيل اللي احنا عايزين نحسب مساحته 10 متر. طيب فانا هحتاج في الاول اعرف متغيرين، متغير هسميه طول ومتغير هسميه عرض دبل. هنا معرفهم على انهم دبل عشان ممكن يعني يسمح بان يبقى عندي الطول 4 متر ونص، او يعني يبقى في عندي قصور يعني يسمح بادخال ارقام كسريه او عشريه. طب تمام، هعرف متغير اسمه لينث يعني طول، واعرف متغير اخر اسمه ويث يعني عرض. طب وبعدين اخزن بقى الكلمه اللي عليها نص السؤال، لينث بيساوي ايه؟ هنا اللينث بكام؟ الطول بكام؟ ب5، يبقى اللينث بيساوي 5 اهي. ويدث هنا ايه اللي ويدث بكام؟ ايه اللي هنا ويدث بيساوي 10. طيب انت كده دلوقتي جهزت الطول والعرض اللي قالك عليهم في نص سؤال البرنامج. طيب تمام، هو كان عايز بقى يحسب ايه؟ يحسب المساحه، كان قايل لك عليها عباره عن الطول في العرض. فهجهز متغير اخر وهسميه اريا، اريا يعني مساحه. الاريا هو ممكن بقى انا احسب بسرعه يعني، او مره واحده اخزن جوه مين بقى؟ لينث في مين بيساوي لينث في مين؟ لينث في ويتس. هنا بقول له عرف لي متغير اسمه اريا وخزن جواه الطول في العرض اللي انت فوق محددهم، الطول ب5 والعرض بكام؟ ب10. انا كده اتوقع ان يبقى الاريا فيها كام؟ فيها 50، 5 × 10 = 50. واطبع ده على الشاشه واقول له هنا ايه كونسول، عشان اطبع على الشاشه كنا كان في عندنا ايه كونسول دوت مين دوت رايت لاين. ريكتانجل اريا بتساوي ده نص هيتكتب يساوي مين بقى؟ يساوي القيمة اللي هنا، ده اسمه ايه؟ اسمه اريا. اكتب هنا اريا، اطبع لي القيمة اللي جوه اريا حضرتك، سيمي كولن. عشان يفضل ثابت قدامك كان انا عملت ديبج او اف 5، عشان يبقى الشاشة قدامك ثابتة اعمل كنترول اف 5. بس في البداية لازم الأول نعمل هنا ايه؟ لازم نعمل بيلد سوليوشن اها كنترول اف 5. ايوه بالظبط كده. كان قال لي ايه؟ ده ريكتانجل اريا بيساوي كام؟ بيساوي 50، بيساوي 50 متر. طيب تمام، هنا حب يطور في نص السؤال، طبعا ده كان المثال بتاعنا وده كان الكود بتاعه اهوت عندك في السلايد، وادي النتيجة بتاعت اللي خرجت. هنا كان بيطور في نص السؤال بحيث انا مش عايز يبقى البرنامج بيحسب مستطيل ليه نفس الطول ونفس العرض، انا عايز كل مره المستخدم يبقى عنده حريه ان هو يدخل الطول والعرض اللي ينزل، يعني بحيث عايز البرنامج يتكتب بشكل ان هو اول ما يتنفذ يقول للمستخدم لو سمحت طول المستطيل بتاعك كام، عرض المستطيل بتاعك كام، بعدين يقول له اتفضل ادي مساحه المستطيل اللي انت دخلت لي ابعاده. انا مش عايز يبقى القيم من جوه البرنامج ثابته زي البرنامج اللي فات، ماشي كده؟ طيب عشان ده يحصل يعني بنغير في البرنامج بتاعنا ده،
برضو انا عرفت مين؟ عرفت متغيرين للانبوت عادي. تيجي بقى اقول له لو سمحت كونسول طلع رسالة للمستخدم، اقول له لو سمحت دخل لي الطول الخاص بالمستطيل ما تنتهي بمين؟ تنتهي بسيمي كولون او فاصله منقوطه. طيب المفروض دلوقتي انت تلاحظ رساله لو سمحت ايه؟ دخل لي طول المستطيل، عشان ده يحصل لازم تبقى تستقبل منه القيمه اللي هيدخلها. قلنا كان الاول هنستقبل في مين؟ هنستقبل في اللينس، فانا بتقول له الطول فوق هنا بنسميه لينس تي اتش يساوي مين بقى؟ كونسول دوت لون نعرف اليوزر في عندي مين؟ ريد لاين. في حاجة احنا ناسيينها هنا، هنا كان بيعمل لي هنا مشكلة. ايه بقى حضرتك؟ انت قلت دايما ريد لاين بتاخد من المستخدم قيمة نصية. قيمة ايه؟ نصية. طب انت القيمة دي هنا بتخزنها في ايه؟ خزنها متغير نوعه ايه؟ نوعه دبل. نوعه ايه؟ نوعه دبل. فلازم انا اقول له لو سمحت القيمه اللي تجيلك حولها لدبل. ده بنقوله بايه؟ دبل دوت بارز للقيمه اللي هتجيلك. هنا بقول له لو سمحت حولها لقيمه ايه؟ دبل. طيب كده احنا عملنا ايه؟ طبعنا رساله لليوزر لو سمحت دخل قيمة طول المستطيل اللي انت عايز تحسب مساحته، واستقبلناها منه وحولناها الى دبل وخزناها في اللينس. استقبلناها منه تاني، ده بيعمل السطر ده كده بيعمل ثلاث حاجات. بيستقبل القيمة من المستخدم بدي، وبعدين يحولها لدبل بدي، وبعدين يخزنها في اللينس بدي. ماشي كده؟ طب تمام، هنعمل نفس الكلام عشان نستقبل عرض المستطيل، بس هنغير بقى، نغير رسالة. لو سمحت اعمل ايه؟ ادخل الويدث بتاع البرتانجل. انا ارجع اقول له الويدث بقى، العرض بيساوي، ماشي كده؟ والباقي زي ما هو. دلوقتي برضه هيبقى اعرف متغير اسمه اريا نوع دبل، وقلت له فيه اللينس بيساوي الاريا بتساوي اللينس في الويدث، وهطبع نفس الجملة ريكتانجل اريا بيساوي قيمة الاريا اللي عندك. ماشي كده؟ تعالوا نحسب كده، معلش عشان الشاشة تنزل قدامنا. كنترول اف 5 اهي. بليز انتر ذا لينث اوف ريكتانجل 3، لان الاول اصلا دي اول حاجة احنا قلناها له. اول حاجة قلناها له اطبع لو سمحت دخل لنا اللينث. انا هحط ايه؟ ضغط 3 وهقول له انتر. ظهرت لي الرسالة التانية، لو سمحت دخل لي الويدث بتاع الريكتانجل، أقول له 4. المفروض بقى هياخد مني دلوقتي مين؟ 3 و4. 3 هيدخلها في دخلها خلاص في اللينس، وال4 تبقى فين؟ في الويدث. وبعدين يروح بقى حاسب الاريا اللي هي 3 في 4. منطقي إن أنا أستنى إيه؟ برافو عليكم. الريكتانجل اريا بتساوي كام؟ بتساوي 12، بتساوي 12. ده كان مثال تاني بيفكرنا كيفية بكيفية استخدام المتغيرات. هنا بنتعلم ازاي نعلن عن متغير، هنا ازاي بنخزن قيمة داخل متغير، هنا اعلان عن متغير وتخزين قيمة في نفس الوقت. مش كده؟ طيب دي كلها حاجات فكرتنا باستخدام المتغيرات. طيب جميل، نكمل كلام عن الموضوع بتاعنا، الموضوع الثاني في المحاضرة دي. ده نفس البرنامج اللي احنا عملناه دلوقتي وده المحاضرات بتاعته. أنا دلوقتي عشان أحول متغير من نوع إلى نوع آخر، أخدنا المرة اللي فاتت إن في عندي كل متغير بيبقى له نوع، قلنا أنواع مختلفة للمتغيرات، قلنا انت، قلنا شورت، قلنا لونج،
قلنا فلوت، قلنا دبل، قلنا كار، قلنا سترينج، قلنا بوليان. دي كلها انواع اخدناها المحاضره اللي فاتت. بشكل عام يوجد طريقتين لتحويل نوع المتغير، طريقه ضمنيه تحويل ضمني امبليسيت، وتحويل صريح اكسبليسيت. تحويل ضمني وتحويل صريح. تمام، عشان نفهم، التحويل الضمني حضرتك هو ان انت لما تحب تخزن متغير صغير في متغير كبير، او بمعنى اخر التحويل الضمني بيقول لي هي ان تاخذ متغير ما تضعه في متغير اكبر منه في الحجم او يساويه ونفس نوع البيانات بدون ان يحدث اي فقد او اضاعه لجزء من البيانات التي بداخله. يعني حضرتك لو الناس فاكره قلنا المره اللي فاتت ان الانت مساحته 4 بايت واللون مساحته كام؟ 8 بايت. يعني مين اكبر من مين؟ الانت ولا اللونج؟ لا اللونج، اللونج 8 بايت بينما الانت كام؟ 4 بايت. يعني هنا في اللونج بنقدر ان احنا نخزن ارقام اكبر بكتير من الانت. طيب هنا دلوقتي الراجل ده جاي يعمل ايه؟ بيقول له والله لونج اكس حلو، انت واي حلو. دلوقتي انت هنا جاي تقول ايه؟ اكس بتساوي واي. هنا جاي تخزن قيمه انت في قيمة لونج. انت بتقول اكس بيساوي واي، جاي تخزن قيمة انت في قيمة لونج، جاي تخزن علبة صغيرة في علبة اكبر منها. طبعا مش هيحصل فيه عندي مشكلة اثناء التخزين. تاني عشان نفهم، احنا نبص على المثال ده كده. انت اكس لونج واي ماشي كده. هاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له الاكس بتساوي 5. انا خزنت فين؟ في الاكس 5. هاجي هنا اقول له ايه حضرتك؟ الواي اللي هو نوع ايه؟ لونج بيساوي مين؟ بيساوي الاكس. الاكس ده نوع ايه؟ نوع ايه؟ انت. يعني حضرتك هنا كانك جاي بتقول له ايه؟ خزن لي المتغير او قيمه المتغير اكس، القيمه اللي جوه اكس اللي هي نوعها ايه؟ اللي هي نوعها انت، خزنها في المتغير واي اللي هو نوعه ايه؟ نوع لونج. يعني حضرتك هنا دلوقتي كانك بتخزن قيمه انت اللي هي اكس في قيمه لونج اللي هي واي. انا هنا ما عنديش مشكله. ليه حضرتك؟ لان ايا كانت القيمه اللي موجوده في الاكس هقدر احتويها كلها جوه الواي، لان الواي بطبيعته مكان اكبر من الاكس، وبالتالي القيمه ايا كانت اللي موجوده في الاكس هقدر استوعبها داخل الواي. هو جاي يبين الكلام ده بالصندوق اللي هو عامله ده. لو انا عندي صندوق صغير وصندوق كبير، ده الانت وده اللونج. انا دلوقتي لو حبيت احط محتوى الصندوق الصغير في محتوى الصندوق الكبير هيحصل فيه عندي مشكله؟ لا، هيبقى كل اللي هنا ينفع ان هو يتحط هنا من غير مشاكل، من غير ما يحصل فيه عندي فقر. كل محتوى ده ينفع يتحط هنا لان ده اكبر من ده. لكن تخيل بقى حضرتك العكس، تخيل العكس، ان انت عايز عندك صندوق كبير وعايز تحطه في صندوق صغير، عندك محتوى صندوق كبير وعايز تحطه في صندوق صغير، وارد ان ده ما يكفيش ولا ايه؟ عشان كده بيقول لك لو انت عايز تعمل حاجه زي كده يبقى انت لازم تقول للكومبايلر بتاع اللغه اعمل اللي انا بقول لك عليه واسمع الكلام، وانا عارف ان في حاجات ممكن تضيع، ممكن يحصل عندي فقد في البيانات. ماشي كده. وده بيتم من خلال اللي هو التحويل الصريح. التحويل ايه؟
الصريح، تحويل صريح explicit، هو عكس الحالة السابقة، وتحدث عندما يوجد احتمال فقدان في البيانات أثناء عملية تمرير البيانات إلى المتغيرات الجديدة. ويمكننا وضع بيانات المتغيرات للأحجام المختلفة والأنواع المختلفة داخل بعضها بشرط تغيير نوع المتغير الضيف إلى نوع المتغير المضيف. عشان نفهم، أنا عندي دلوقتي، خلينا نفس المثال ده، ماشي كده؟ خليك أنا دلوقتي هنا أشيل ده كده برضه، هعرف هنا دلوقتي مين الواي بيساوي 10. الواي ده لونج. طيب هاجي بقى دلوقتي اقول له مين اكس بيساوي مين؟ بيساوي واي. ايه ده ايه ده ايه ده، هنا عامل لي مشكله. لاحظ الخط الاحمر ده، يقول لي ما ينفعش احول نوع لونج اللي هو الواي واخزنه في نوع انت. ليه؟ لان الواي ده نوع لونج، والانت ده او الاكس ده نوع ايه؟ انت. يعني انت هنا دلوقتي كانك بتحاول تضع محتوى علبه كبيره في علبه صغيره. بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تضع محتوى علبه كبيره في علبه ايه؟ في علبه صغيره. وبالتالي حضرتك ممكن يحصل عندك فقد في البيانات. ممكن يحصل عندك ايه؟ فقد في مين؟ فقد في البيانات. ممكن يبقى الواي ده فيه رقم كبير جدا، ماشي كده؟ ممكن يبقى فيه رقم كبير جدا، ما ينفعش ان هو يتخزن فين؟ ما ينفعش ان هو يتخزن في الاكس، ماشي كده؟ وبالتالي حضرتك لو انت عايز يعني تقول لي البرنامج اسمع الكلام، انا فاهم انا بعمل ايه، فلازم تقول له ده صراحة، ده اسمه بقى التحويل الصريح، ماشي كده؟ فبنعمل حاجة اسمها كاستنج. اسمها ايه حضرتك؟ اسمها كاستنج. اسمها كاستنج. فبقى اقول له والله انا عارف ان دي علبة كبيرة، وانت عايز تحط اللي جواها في علبة صغيرة، بس انا قاصد ده، عشان اقول للكومبايلر بتاع اللغة ان انا قاصد ده، وانا فلازم اقول له بشكل صريح لو سمحت. يعني ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ده اسمه كاستنج. اسمه ايه؟ اسمه كاستنج. ان انا دلوقتي بقول له ايه؟ لو سمحت القيمه اللي في الوايد الاول حولها الى انت. حولها الى ايه؟ حولها الى انت. ده نوع انت، ده كانك بتحول محتوى الواي من لونج الى انت، والناتج من التحويل هيتخزن في الاكس اللي هو اصلا نوعه ايه؟ نوعه انت. نوع انت ده اسمه تحويل صريح. ده اسمه تحويل ايه؟ تحويل صريح. تحويل صريح. طيب مثال تاني هعرف هنا فلوت اكس ودبل واي، دي انواع اللي هي الارقام العشريه. وقلنا المره اللي فاتت ان حضرتك الفلوت بيخزن قيم اقل من الدبل، يعني ده مخزن كبير بالمقارنه بده. طب انا دلوقتي هاجي اقول له والله الواي بيساوي مش عارف 100، يعني حاجه كده يعني، ماشي كده؟ يعني خلينا نشوف، ماشي كده؟ ده الواي. وهاجي دلوقتي عايز اقول له والله الاكس اللي هو بتاع الفلوت ده بيساوي واي. لو جيت هنا عملت كده وسكت هيقول لي لا في عندك مشكله حاصله. طب ايه المشكله هنا يا عم؟ المشكله ان انت بتحاول تحط قيمه مخزن كبير اللي هو نوعه دبل، قيمه الواي بتحاول تسكنها جوه الاكس، وبالتالي هناك احتمال لضياع جزء من البيانات، ان لان الاكس ده مخزن زي نظام قلنا في المثال عندنا، اللي هو عندك علبتين، علبه كبيره وعلبه صغيره. لما اكون بنقل محتوى العلبه الصغيره للعلبه الكبيره ما عنديش مشكله، زي مثلا الانت واللونج، بحط المحتوى الانت في متغير لونج عادي تمام، نظام كل الانت هينفع يتخزن جوه اللونج، الانت مهما كانت قيمته فهو هيبقى
اقل من المحتوى المسموح به داخل اللوم. لكن في النوع الثاني هنا حضرتك اللي هو كان ايه، اللي هو التحويل الصريح. التحويل الصريح لما تيجي تخزن قيمة كبيرة بقيمة صغيرة، ماشي كده، ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه مشكلة، ممكن يحصل عندي فقد في البيانات، ممكن المخزن الجديد ما يستوعبش كل محتوى المخزن الثاني، ماشي كده. انت هنا بتحاول تحط محتوى الواي اللي هو نوعه دبل بداخل الاكس اللي هو نوعه فلوت. خدنا المره اللي فاتت ان الدبل 8 بت، عفوا 8 بايت، والفلوت 4 بايت، ماشي كده. فيبقى ده مخزن اكبر من ده. هنا برضو عامل لي هنا مشكله، لو وقفت عليها هيقول لي ما اقدرش، ايه مش راضي يحول الدبل الى فلوت. عشان تيجي تحوله لازم تحوله بشكل صريح. ازاي صريح؟ يعني تيجي تقول له لو سمحت الواي ده اللي هو نوع دبل الاول خليه فلوت، خليه ايه؟ فلوت. وبعدين حضرتك اعمل ايه؟ ناتج التحويل خزنه فالمتغير اللي هو نوعه فلوت. ده انت هنا اسمه تحويل صريح، انت اللي بتحول. الطريقه اللي حضرتك دي اسمها كاستنج. اسمها ايه؟ كاستنج. القيمه اللي جوه الواي اللي هي نوعها دبل، اصلا هنا في الاول فوق قال له انت اصلا واي قال نوع دبل اهو، فانت هنا كانك ايه بتحولها الى فلوت باستخدام الصيغه دي، ماشي كده. وبعدين بتحول او بتخزن ناتج التحويل في المتغير، في المتغير اكس، ماشي كده. كان في عندنا طريقه ثانيه للتحويل. ينفع هنا في عندي بدل ما اقول بالشكل ده هاجي اقول له هنا في عندي كلاس اسمها كونفيرت. اسمها ايه؟ كونفيرت دوت مين؟ فلوت. تو فلوت. انت عايز تحول لايه؟ حوله الى فلوت. نفهم اكتر، خلينا نغير المثال ده. بقول لك هنا end x long y، هذا اقول x عفوا الواي بتساوي 10، ده اقول له الاكس بتساوي الواي، هيقول لي ما ينفعش. ليه؟ قلنا ده مخزن كبير نوعه لونج، انت تحاول تحط محتواه في مخزن صغير نوعه ان، احتمال يحصل فيه عندي مشكلة. وعشان تقول له انا عارف انا بعمل ايه واسمع الكلام، فينفع تيجي تقول له حضرتك اعمل تحويل اسمه ده بالشكل ده كاستم. هنا يقول لك تمام ما فيش مشكله، خلاص كده بتحول من انت الى مين؟ بتحول القيمه دي الاول الى انت، وبعدين تخزن ناتج التحويل في المتغير اكس اللي هو نوعه ايه؟ انت. الطريقه الثانيه هو ان انت تستخدم ايه؟ كلاس اسمها كونفيرت. كونفيرت الطريقه الثانيه للتحويل. كونفيرت انت عايز تحول لمين؟ تو انت 32. دي طريقة تانية للتحويل باستخدام مين؟ باستخدام الكلاس اللي اسمها كونفيرت. هنا بتعمل ايه؟ بتحول الواي الى انت في الاول، هو النوع اللي اسمه انت ده في اللو ليفل اسمه انت 32، ماشي كده، في المستوى الادنى يعني. طب تمام، فهنا دي عبارة عن ايه؟ عن طريقة تانية للتحويل. يبقى انا يا اما اعمل كاستنج عن طريق ان انا بكتب النوع بين قوسين وبعدين اسم المتغير، او استخدم الفئه اللي اسمها كونفيرت، ماشي.
كده، اللي كان بيتكلم عنه هنا التحول الصريح، بيقول لي مثلا ادي لونج اكس انت واي، عشان اخزن الاكس اللي هي لونج بالواي لازم اعمل ايه؟ احولها الاول الى انت. ماشي كده، ادي عندي هنا مثال تاني، عندي انت اكس وعندي فلوت واي. دلوقتي هيبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يخزن الفلوت القيمة العشرية في القيمة الصحيحة. طبعا هنا دلوقتي هتضيع من عندك، لو انا عندك شو هتضيع، لو انت عندك قيمة عشر، عندك قيمة بعد العلامة هتضيع، لان الاكس حضرتك ده قيمة بياخد بس قيم صحيحة. لما انت تيجي تقول له خزن الواي بداخل الاكس، فهنا في لو انت الرقم الواي ده كان فيه قيمة كسرية، في قيمة عشرية هتضيع. الاكس ما ينفعش يتخزن في قيم عشرية، هياخد بس الرقم الصحيح اللي في الرقم وخلاص. فانت عشان تقول له انا عارف وانا قاصد، ده يبقى انت تعمل ايه؟ تحويل صريح. لازم تعمل ايه؟ تحويل صريح. يا اما انت تعمل ايه؟ تحط النوع اللي انت عايز تحول ليه، انا عايز اخزن الواي جوه الاكس. يبقى الاول انت تحول الواي الاول الى نوع الاكس، الاكس نوعه ايه؟ انت اهو، وبعدين اخزن. دي الطريقه دي اسمها كاستن. الطريقه دي باستخدام مين؟ الكونفرت كلاس. الكونفرت كلاس، ماشي كده. طب تمام، أمثلة على تحويل المتغيرات. أدي متغير انت بقيمته 2، وأدي متغير لونج اسمه واي. فأنا جاي تقول له لو سمحت خزن لي الإكس في الواي، هيقول لك تمام ما عنديش مشكلة. ليه؟ يعني أنت بتحاول تحط محتوى علبة صغيرة في محتوى علبة كبيرة. طب نفس الكلام تحت، انت إكس بتساوي 2 وفلوت واي، وانت جاي تقول له خزن لي الاكس اللي هو الانت جوه الفلوت، برضو ما عنديش مشكله، علبه صغيره في علبه كبيره ما عنديش فيها مشكله. لا، ده تحويل ضمني مش هيعمل عليه اعتراض. لكن لما تيجي تقول لي لونج وانت، وتيجي تخزن اللونج في الانت، هيقول لي في مشكله. لازم تقول ده صراحه، ما ينفعش تبقى التحويل عندك ضمني. بقى بتحاول تحط محتوى علبة كبيرة اللي هو الإكس في علبة صغيرة اللي هي الواي، فما ينفعش تيجي تقول لي واي بتساوي إكس على طول. أنت تعمل كونفرت، يعني أول لازم تحول بقى باستخدام يا إما الكاستنج يا إما الكونفرت كلاس. نفس الكلام هنا، عندي فلوت وعندي إنت، وأنا بيحاول يعمل إيه؟ يضع قيمة المتغير الفلوت ده في المتغير اللي هو نوعه إنت. بتحاول تحط محتوى علبة كبيرة في محتوى علبة صغيرة بشكل ضمني، يقول لك هنا ما ينفعش، خطأ. كده يبقى خلصنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله على خير في محاضرات جاية.